هذا الفيديو غادي نهضر على واحد المشكل اللي كيوقع لبزاف ديال التلامذ، واللي هو ما كيعرفوش كيفاش تدخل المعلومة لراسهم. وهذه تكون تقدر تكون كتوقع لك، كتكون دوزتي جوج سوايع ديال القراية اوكي وفاهم، يعني شديتي المعلومات، تدوز واحد 4 ايام تتنسى داكشي كامل. هذا الفيديو هو اللي غادي نناقش فيه هذا البلان، حيت لهذا المشكل هذا متعلق بطريقة الدراسة أكثر من أنك كتاخذ المعلومات. فكنبغي أولا نهنئ الناس اللي اشتركوا في الكورس، كنبغي نشكركم ونهنئكم على الاستثمار ديالكم للوقت، خصوصا أنكم خديتوا هذا الكورس بكري باش تستافدوا السنة كاملة. هذا الفيديو هذا برعايتكم وبرعاية كورس الجهوي. كورس الجهوي، هذا الكورس هذا فيه مواد الجهوي بربعة. الكورس عبارة على فيديوهات اللي كيوصلوك فاش كتشترك فيه، فيديوهات اللي كنشرح فيها الدرس وكنبين كيفاش تجاوب على الأسئلة ديال أي امتحان كان، باش تفهم المواد ديال الجهوي كاملة. اللي بغى يشترك راه الاشتراك ساهل جدا، غير تواصل مع المكلف غادي يوريك طريقة الدفع والثمن وجميع المعلومات غيعطيهم لك. أي واحد بغى الدروس يجيوه ساهلين، بغيتو يسمع مزيان لهاد المعلومة ويشارك هاد الفيديو مع الناس اللي عندهم هاد المشكل. شارك الفيديو، ما عندك ما تخسر. علاش كتقرا لواحد المدة معينة وكتكون يعني مركز وكلشي، ومن موراها بواحد 3 ايام سيمانة كتنسى؟ السبب هنا هو انك ما شاركتيش في الدرس، او لا طريقة الدراسة ديالك ما كانتش فيها المشاركة ديالك انت. وهاد الدراسة دارت غير مؤخرا، لقات باللي ان ملي ما كتكونش مشارك في واحد الموضوع او لا طرف منه، يعني تتناقش فيه ولا تتهضر فيه ولا شي حاجة، ما عمرك ما تعقل على هاد الموضوع، ما عمرك ما تدير الدراسة ديال عابر السبيل. الدراسة ديال عابر السبيل هي انه كيدوز على داكشي كيقراه تيفهمو صافي تيدوز، ما تيكونش مشارك فيه ولا انتريسي بزاف به. باش تجيب مزيان خاص تلصق المعلومة في راسك، وباش تلصق في راسك خاصك تعطيها شوية الاهتمام. كيفاش؟ البارتاج، خاصك تشارك انت في ديك المعلومة بشي حاجة، المهم تشارك بها. وهنا انا كنبغي ننصح الاساتذة اللي ما كيخدموش هاد التقنية هادي، يعني كنصحكم باللي راه ما غيستافدوا منكم التلامذ والو الا ما خليتوهمش يشاركوا بواحد الطريقه اللي تكون فيها بحال الشكل ديال جو. حيت راه الدراسات عطات باللي ان المحاضرات، الناس اللي كيحضروا المحاضرات ما كيستافدوا توزه، الناس اللي تيحضروا المحاضرات جوج سوايع اربع سوايع ما تيستافدوا والو، ولكن الناس اللي كتكون كتقرا بواحد الطريقه ديال انها كتشارك في ذاك الموضوع في ذاك الدرس كتبقى عقلة عليه لمدة طويلة. أبسط مثال كويز، أنك تدير واحد الكويز في الأخر الحصة، اللي جاوب مثلا على شي أسئلة من الدرس اللي دوزتي فيه ساعة ولا ساعتين تزيد واحد نص نقطة، تكون غير في المواظبة، مهم هي تخلق التنافس. عرفتوا هاد الطريقة علميا شحال فعالة؟ وأنا كندوي ماشي من فراغ، كندوي من أبحاث اللي دارت. هذه هي المعلومة اللي بغيتك تاخد، هي أنك خاصك ضروري تشارك إلا بغيتي تلصق لك المعلومة في راسك، يعني خاصك تشارك بشي رأي من الآراء. وهنا كنبغي نقول شاركنا برأيك في كيفاش كتعامل انت مع الدراسة، وكيفاش كتعامل في القسم، يعني واش كاين شي أساتذة اللي كيديروا هاد التقنية هادي تخليو الناس يشاركوا ولا الأغلبية ما تيديروهاش. شاركنا بالرأي ديالك وشارك هذا الفيديو مع أصحابك، ونتلقى في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.